مرحبا مرحبا بكم الناس الكل على قناة تونس أب في خبر جديد. اليوم أصدقائي وبصفة خاصة باش نعديو فيديو لأول مرة لعربية حمادي، كان ضرب الكدا على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف فيه بالوثائق والصور في حالة هستيرية طريقة تحرش سليم شيبوب بها، وتأكد أيضا بأنها قبلت الاعتذار غصبا عنها وعلى العائلة متاعها. أصدقائي قبل ما نبدأ في بث الفيديو ما تنسيوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش هكاك يوصلكم جديدنا الكل، وما تبخلوش علينا بدعمكم بإعجاب. تبديوا رأيكم في قسم التعليقات. نشاهد. تعرف مؤامرة ولا مش مؤامرة؟ يعتذر الطرف المذكور ثانيا أعلاه السيد محمد سليم شيبوب اعتذارا تاما خالصا من كل الشوائب والقيود عن كل ما صدر عنه في موضوع القضية الجزائية عدد 14-10-4 المنشورة لدى الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بجلسة 8 جوان 2020. يعبر الطرف المذكور ثانيا أعلاه عن هذا الاعتذار تجاه السيدة الفاضلة عربية بنت حمادي وزوجها الأستاذ الطيب بالصادق وكل أفراد عائلتهما في القضية الجزائية ذات العدد أعلاه راجيا من الله الغفران والرحمة. شبه ما قالتوش هذا سونيا الدهماني؟ هذي شنو اعتذار عقد مكتوب؟ لا إله إلا الله محمد، أعطيني شربة ماء بربي خاطر بالحق في الموضوع هذا يبلوكيني. تذبحت ذبحت عائلتي، تذبح عرضي، هذا عقد صلح. عقد صلح اضطرينا كتبوا الاستاذ الطيب، ما كتبهوش الاستاذ، كتبوا لا يا بابا، كتبوا محامي، ثلاثه محامين نتاع السيد سليم شيبوب، واللي تكتب هذا الكل نتاع المحامين نتاعو. احنا فقط لتوا انا ما وقعتش دير ومصحح في البلديه بتاريخ 8 جوان تاريخ اليوم الجلسه، يوم الجلسة صباح الجلسة لآخر لحظة. عندي أمل أنه يطلع راجل في البلاد ويقول خلوها تاخذ حقها. لا لا نعتذر، ثم رجال في البلاد، ثم رجال أخويا، ثم رجال. أنا ما قابلتهمش، أنا ما قابلتهمش. لا نحكي في نحكي أوه يا محمد، شوف اللحظة ذي تحديدا، ثم رجال في اللحظة ذي تحديدا. ما تحاولش، نعرف انا راه نعذر انه هذا اسلوبك في خدمتك وعندك حق، ثم رجال برك متعدى. انا ما قابلتهمش، نحكي على الرجال اللي ممكن تساندني في القضيه هذية. انا ما قابلتهمش، خليك من الراجل. القضاء قال كلمته، القضاء قال كلمته. اش قال؟ عدم سماع الدعوه. عدم سماع. تمسيت برشا بيان سور، تمسيت الى درجه اني هسترت وطلعت في لايف قلت باش نصب على روحي ليسونس كان ما تاخذونيش. طبعا تمسيت وقت اللي سونيا الدهماني عندها بلاتو عندها ميكرو والرفماق 4-5-6 من الناس ياكلوا ويشربوا ويصبحوا ويمسوا على عربية حمادي، بالطبيعة نتمس وقت اللي هي محامية وتعرف كواليس القضية وتفاصيل القضية وتعرف شنو اللي صار وشنو اللي ما صارش، ورغم هذاك أرضت. أما مش نفسها طبعا تمسيت. الله أعلم، ثلاثة نقاط. الله أعلم، معناها انت مثلا توجيهوني في المباشر في الميكرو توجه تهمه ضد مجهود. علاش شنو التهمه؟ شنو ارضت؟ ارضت طرف مجهود. الله اعلم، قد تكون ارضت زوجها، قد تكون ارضت غرورها، قد تكون ارضت قناعاتها، لكن لم ترضي نفسها. عندي انا احترم على القليل ذكائي وذكاء المستمعين. كل القراءات ممكنه، كل القراءات. انا نحترمك انا زاد نحترمك وانت تعرف هذا، لكن كي تقول بالجمله هذه مدام ارضت الله اعلم شكون ارضت وتسكت الله اعلم. فيلين ذا بلانكس، فيلين ذا بلانكس، تمنيت تكون عندك جرأة تقول لا لا اش اجرأ مني ما فماش. لا 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 ما نجمش نذكر اسماء طونكو ما عنديش اسماء. ما تنجمش اما على اي اساس؟ اي ما نسمح لك وقت اللي تكون تي تسمح لي ما تسمحليش. التهمه ترمت وكملت يا اخي، جت على الكلمه هذه. انتم سمحتوا بالرقاص والرقاصه واللي يسوى واللي ما يسواش يقود شعب كامل ويقود راي عام، سمحتوا للي يسوى واللي ما يسواش انه يطيحنا تحت سابع ارض، سمحتوا للي يسوى واللي ما يسواش انه يتكلم وانه يكون قدوه ورمز لهالبلاد. جاي تقول لي انا ما تسمحليش باش نقول لها تهمه؟ سمحتوا لها هي والغيرها انها تهتك عرضي وانها تقدم معلومات غالطه ومعلومات باطله ومزيفه؟ سمحتوا لها هي انها وغيرها، مش هي برك، انها تذكر تفاصيل حسمت وانتهت بهذه الجمله، بهذه الجملة يعتذر الطرف استنى
السيد والسيد والسيد مرضاة لله الغفور الرحيم وحفاظا على عرى الزوجية والأواصر العائلية للمتصالحين، اتفق الطرفين المذكوران أعلاه على شكل ومحتوى الفصول التالية. وقبل ما نكمل، صححت وقبلت غصبا عليا، مانيش راضية لهذه اللحظة، مانيش راضية به الاعتذار هذا، لأني وليت وقتها مفركس. أعطيني قرطلتي ما حشتي بعنب، أعطيني بما يثبت أني أنا كنت على حق وما كنتش على باطل وما تبليتش على الناس وما كذبتش. في هذه الجملة اضطريت لأنه الناس الكل جت ضدي الوقت هذاك. أنا كنت نفكر الموضوع التو هستر، لأنه الوقت هذاك وقت اللي شعب كامل أو 90% منه، الشعب اللي عنده بوفوار، اللي عنده ميكروات، اللي عنده باجات، اللي عنده سيطرة على الرأي العام، يجي ضدي تهديدات بالذبح. عمري لا قلتها، أنا تهددت بالذبح. عنده كل الجمهورية القضايا التو، تهددت بالذبح يا محمد، وعمري لا قلت أني أنا تهددت بالذبح. نرجع، يعتذر غصبا علي، قبلت الاعتذار، ما عادش عندي حتى امكانيه اني نكمل في القضاء، ما عادش عندي حتى امكانيه اني نتكلم. وقت اللي نلقى اعلامي يوجه في الراي العام، وقت اللي نلقى منير بن صالحه يطلع في موزايك ويقول كلام غلط وكلام باطل وكلام ما عنده حتى اساس من الصحه، قديش تحبني نحارب انا وراجلي وبنتي؟ قديش باش نحاربوا به نظريه المؤامره؟ علاش مدام؟ مش نظريه مؤامره، اسمع، هذا تعرف مؤامره ولا مش مؤامره؟ يعتذر الطرف المذكور ثانيا اعلاه السيد محمد سليم شيبوب اعتذارا تاما خالصا من كل الشوائب والقيود عن كل ما صدر عنه في موضوع القضية الجزائية عدد 14/10/4 المنشورة لدى الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بجلسة 8 جوان 2020. يعبر الطرف المذكور ثانيا أعلاه عن هذا الاعتذار تجاه السيدة الفاضلة عربية بنت حمادي وزوجها الأستاذ الطيب بالصادق وكل أفراد عائلتهما في القضية الجزائية ذات العدد أعلاه، راجيا من الله الغفران والرحمة. شباب ما قالتوش هذا سونيا الدهماني؟ هذي شو اعتذار عقد مكتوب؟ لا إله إلا الله محمد، أعطيني شربة ماء بربي، خاطر بالحق في الموضوع هذا يبلوكيني. تذبحت، ذبحت عائلتي، تذبح عرضي، هذا عقد صلح. عقد صلح اضطرينا كتبوا الأستاذ الطيب، ما كتبهوش الأستاذ، كتبوا لا يا بابا، كتبوا محامي، ثلاثة محامين متاع السيد سليم شيبوب، واللي تكتب هذا الكل متاع المحامين متاعه. احنا فقط التوى انا ما وقعتش دير ومصحح في البلدية بتاريخ 8 جوان، تاريخ اليوم الجلسة، يوم الجلسة، صباح الجلسة، لآخر لحظة عندي أمل أنه يطلع راجل في البلاد ويقول خلوها تاخذ حقها. لا لا نعتذر، ثم رجال في البلاد، ثم رجال أخويا، ثم رجال، أنا ما قابلتهمش، أنا ما قابلتهمش. لا نحكي في نحكي أوه يا محمد، شوف اللحظة ذي تحديدا، ثم رجال في اللحظة ذي تحديدا. ما تحاولش، نعرف انا راه نعذر انه هذا اسلوبك في خدمتك وعندك حق، ثم رجال برك متعدم، انا ما قابلتهمش، نحكي على الرجال اللي ممكن تساندني في القضيه هذه، انا ما قابلتهمش. خليك من راجلي، القضاء قال كلمه، القضاء قال كلمه، واش قال؟ عدم سماع الدعوه. عدم سماع الدعوه، ما الملف عنده هكا هو. هاي شفتي، مرسي، ولا نؤمن بالقضاء في ملفات وملفات اخرى؟ امنا بالله، امنا بالله. هكا انا نحب نفهم كيفاش شخص يعتذر الاعتذار هذا والمحامين نتاعو هما اللي كاتبينه، والقضيه المحكمه شافت عدم سماع الدعوه، تحيه للقضاء. اش تحبني نقول لك؟ ما نجم نقول شيء. يا اخي يعتذر الفاعل ولا اللي ما ولا البريء؟ انا توا لو كاني غالطه طلعت، انا البارح عامله لايف غنايه، ثم واحده كتبت لي تعليق، انا مريضه في السبيطار وانت تحوسي بينا. انا وقفت في وقفه حمار شيخ في العتبتي، وقفت في مريضه وانت تحوسي بينا، فهمتها بالغلط، ظرمتها المراه تقصد هي مريضه في السبيطار وانا بالكهرباء حاطه غنايه ونحوس، فهي قاعده تحوس من خلال اللايف. قعدت لايف كامل ونقولها بجاه ربي سامحيني يا اختي، سامحيني راني غلطت، سامحيني. واضح مادام انت تعتذر في كل هذا، الاعتذار هذاك ما كانش عنده دور. علما وانه لحظه، علما وانه في لحظه هذا هو محضر الجلسه يا مدام سونيا الدهماني، يا محاميه، انا نتكلم فيها كمحاميه، خاطر هي في واحده من الحلقات اللي تعدت عليها، تعدت فيهم تحكي عليا، قلت انا نعرف كواليس محضر الجلسه،
في محضر الجلسة. شو موجود؟ أمام القاضية. أخويا ما يكتبوا بخط درا كيفاش مش مرقون معناتها فيه. استنى. ميسالش. فيما معنى؟ لا 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 فيما معنى الاعتذار. ويقر وأقر السيد فلان الفلاني بالاعتذار في محضر الجلسة. استنى تنقيها لك الجملة على خاطر كما قلت لك كما خطوط كما خط الطبة معناها يكتبوا مش كما هذا مرقون كما هذا مكتوب بخط اليد وهوكا هوكا وزارة العدل وزارة العدل. أنت حليك ملف مدام خلينا نحكي فيه اليوم هل وهيجوا حفظت القضية مدام؟ لم تحفظ. لم تحفظ؟ لا لكن قطعتها كلمه عدم سماع الدعوه. ماي مزيق قالت حكم بيت وبعديك مشيت للاستئناف النيابه عقبت. مازالت قايمه؟ النيابه عقبت. انا بالنسبه لي ما عادش عندي بها علاقه القضيه. لا لا انا خذيت الاعتذار هذا لعائلتي وعائله راجلي والكل من صدقني من الليفان متاعي ومن متابعيني واصحابي واحبابي الباقي ياخذوا حقوقهم وحدهم. نسالك شويه وما يسالش حاول توضح لي معاك في البداية حتى في اللي كنرجع للديريكت نتاعك يا خويا عرقت وحالتي حالة. نفهم لا لا لأنه مرحلة ياسر خايبة كانت مدام نرجع من الأول. كنت في البداية قلت السيد سليم شبوب كان رفع في الأخلاق والتعاطف بما بدينا حقيقة كان حقيقة. ما الذي حدث يا أخي توا أنت محمد الخماسي تكلمني تقول لي أهلا مدام شنحوالك لاباس صفا عسلي ما خويش شنحوالك لاباس صفا. لكن مش مفاجئ من بعد الله أعلم يسأل هو ما نسألش أنا. انت تعرف يا اخوي علاش يعتذر لي ماني انا غلطه انت ماني انا اللي غلطت يا ولدي علاش يعتذر اعتذار رسمي علاش اخوته جونا للدار. انا نحكي في موضوع انت تحكي في موضوع اسال اسال لا اسال على احكام القضاء لا تناقش لا تناقش احكام القضاء لا تناقش. وبالمناسبه تحيه لمكي بن عمار للقاضي مكي بن عمار فوالا هكاها مدام ما الذي حدث ولا شنو اللي صار فجأة بعد صار صور مخلة وفيديوهات وكل لا 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 هذه تفاصيل كانت قدام النيابة العمومية وبناء عليها توقف نهارين وبناء عليه النيابة العمومية هي اللي كانت طرف في الموضوع ومن بعد شنو اللي صار لا أسأل على هذا هذه كواليس أنا يهمني ما قلته الآن تقريبا قلته في برشا حاجة وحاجة بركة نحب نزيد نقولها المدام سونيا لأنها عقبت على الجلباب اللي أنا استقبلت به في شهر رمضان إخواته الزوز عفيف والأخ الآخر اللي كانوا في قمة الاحترام نسيت اسمه يسامحني جست حبيت نقولها يا سيدة أك الجلباب هذاك راني انا نلبسه ديما وداير هبط لها تصاور معناه عيب 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 خليني يا خويا لقيت فرصه اي قول قول لقيت فرصه كهو لقيت فرصه جوست انا نهب نتفاعل معك مدام تفضل. شو اللي صار فجاه بعد قلت النيابه العموميه لن اجيب النيابه العموميه ريت انا في اول الحلقه في اول الحلقه انت تحدثت بالقانون اجبت بالقانون قلت السيد وكيل الجمهوريه يتحمل المسؤوليه اليوم هذه وقائع وحيثيات عند النيابه العموميه مشت للقضاء حسمت فيها انا بالنسبه لي كطرف ثم كمين كمين هما الكلام اللي تم اللي تقال اللي قاله منير بن صالحه منير بن صالحه اللي تقال الذي قاله منير بن صالحه وبناء عليه تم ترديده في باقي المنابر الاعلاميه هو وصنيا الدهماني مع حفظ الالقاب استدراج ثم كمين الكمين ما كانش فما كمين يا سيدي كنت نحكي معاك في الكوليس يا محمد ما تستفزنيش عايش خويا الكمين ماهوش كمين كان موعد للقاء ب تعليمات من النيابة العمومية لأنه الهاتف اللي كان يستعمل فيه لم يكن باسمه فما كانش فما حتى إمكانية وإثبات التحرش صعب جدا في القانون التونسي وفي قوانين العالم دايار فكان الطريقة الوحيدة أنه يحدد موعد لإمكانية السيطرة على التليفون وكان الموعد في مكان عام بحضور وسائل الأمن وتم أخذ الهاتف ثم عبد حكت عديار راو راو فما زميل من الزملاء يضرب يسرع يا معلم كاتب قضية زنا راو 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 تلعب بأعراض عائلات راو تعرض تلعب بأعصاب ناس راو تلعب بأعراض عباد كانت تنجم تقتل. نفهم انفعالك لكن لازمني نفهم انفعالك ونفهم الحالة اللي انت فيها تو لا إله إلا الله كان رجعت الحالة هذه لكن لازمني نسأل السؤال إنسان يكون رفعة في الأخلاق والتعفف اللي بزنس يا اخي يدخل طول يقول لك محليك نحبك نموت عليك اخي توا تحبوا الواحد يتكلم بالفلاقي يا اخي واحد كي يجي بزنس في وحده
طول ودخل لها ما فما سيستيمات، مو بعد فهمنا اللغه، مو من الاول نحن مش في بالنا. والله زميل مثلا محترم كلمني محليه من محمد، اقلب الصفحه محمد سيل تو بلاي والا ساغادر. من رفع في الاخير ساغادر، لانه انا الحاله الموضوع هذا يهسترني. لو سمحت من رفع في الاخير، لو سمحت لو سمحت جاوبتك من رفع في الاخير جاوبتك. لو سمحت لو سمحت لازمني لا الكلام القضاء القضاء محكم. انا قلت لك عندي اعتذار رسمي، انا انتظرت هو يا ولدي. ما زوز نسخ ما نحبش انا، قلت لي ما غصبا. لا لا لا، فما زوز نسخ، نسخه عندهم عند محاميه ونسخه عندي. النسخه اللي عندي هو صحح فيها، انا ما صححتش في البارتي اللي تخصني، والجزء اللي والنسخه اللي عنده انا مصححه فيها طبعا. من رفع في الاخلاق والتعفف، الفيديو فاضح ولا الصور مشينا ما نجمش نقولهم وما نجمش نحكيوا عليهم. انت ريتهم؟ ما نجمش نعطيك مسألة. انت ريتهم؟ ما نجمش نعطيك مسألة. وانا ما نجمش نجاوب. لازمك تجاوبني. ما وين تعطيني مصادرك؟ انت ريتهم؟ جاوبني انت. لا لا لا، ما تعطينيش مصدرك، تحافظ على مصدرك. انت ريتهم؟ ما نجمش نقول لك، نتحفظ على مصادر. باش تقدم الاخبار المادموازيل ما نعطلوهاش، عندك حاجه اخرى تحب نحكي فيها؟ عندي حاجات اخرين. يا هو معاش وقتك. من رفعه في الاخلاق والتعفف، شنو اللي يخليه يتبدل 180 درجه؟ قله التربيه وقله الاخلاق نتاع امخاخ برشا عباد. ما نحبش نقول كيف اللي يطرح الاسئله هذه. كيف اللي يطرح الاسئله هذه؟ اي مش انت، مش انت، كيف اللي يطرح الاسئله هذه؟ ما هذا سؤال قلت لي يطرح، يطرح ولا لا في الاذهان؟ انت تطرح سؤال صادر عنك ولا عما قيل؟ انت تو مدام في المباشر، انت طرحت سؤال من عندك، انت في المباشر. اي ايه انا مش قاعد نحترمك مدام، وانا قدرك. انت طرحت سؤال من عندك، انت تعرف قلت لي قبلها تعرف قلت لي قبلها بثواني قلت لي هذا ما يقال، لازمني نسالك. نحترمك مدام. يا اخي كان السؤال من عندك حاجه نحترمك. وكان السؤال من عند غيرك قمه قله التربيه والاخلاق نحترمك. والفساد الذهني نحترمك. اللي يطرح الاسئله هذه. نحترمك ومش نكتفي بهذا القدر. ربي معاك ونتفهم انفعالك. لا لا ما فهمش انفعال، ونتفهم توترك، وربما لازمنا نعود نسالوك الاسئله اللي تروق لك مدام وكل نتفهم هذا. يظهر لي جاوبتك كما ينبغي. اذا كان اذا كان السؤال صادر عنك فانا لا اسحبها، وان كان السؤال صادر عن من قلت انك تساله تسالني بناء عليهم فانا اطرح هذه الاجابه اليهم. مدام عربيه حمادي اخلاقي وتربيتي، لا تسمح لي باش نجاوبك بنفس اللي عندي قلته لك انت وغيرك. اللي عندي قلته لك انت وغيرك خويا العزيز. اذا عدكم معروفه من اكس طون، ورغم هذا جيتكم وانا عارفه وجاوبت. معروفه من اكس طون اذا عدكم يا حبيبي. كها وفت الحلقه وانا خرجت. اللي عندي قلتو، اللي سمعتوه سمعتوه، واللي ما سمعتوهوش ها كنتو تسمعوه مني. جيت للبرنامج وانا عارفه اللي هذا باش يصير، وعارفه انه ممكن يصير اكثر منه، وهذا هو الاعلام في تونس. يعني انا نقرا له الاعتذار والشخص عموما. فقط للمتابعين وللعباد اللي تبعت اللايف واللي سمعت الراديو، سامحوني كان عليت صوتي، على خاطر هذوما ناس ما تنجم كان تعلي صوتك معاهم، سينو ما تتسمعش. كيف خفت الأوراق؟ يعني هبدا في الدروج. إيبا أنا بردت قلبي واللي عندي قلتو وفي المباشر، وغادرت في اللحظة اللي أنا حبيت نغادر فيها، وكنت منتظرة هذا وأكثر. أما إنه إني باش يقعدوا يظللوا، والله أنا هابطة في الدروج ولاني عارفة حتى هابطة بالصحيح هابطة بالغلط. قلت اللي عندي، اللي يحب يصدق مرحبا، واللي ما يحبش يصدق هو حر. أنا بالنسبة لي ضميري مرتاح، قلبي مرتاح، أموري مرتاحة. قلت أتمنى الخروجة. قلت لي حاجتي بيه كيف ما يلزم،
وبعث لي ميساج اللي كنت نحبهم انهم يتبعثوا كيف ما يلزم، وسأبقى نتكلم كيف ما يلزم في المباشر، مش في المباشر في التسجيل اللي امبوسيبل معناه هو مباشر، هو مباشر وان شاء الله مع الناس هذوما. عابد يسألك وتجاوبه، تجاوبه معناها سي بون نورمالمون نمشوا للنقطه اللي بعدها، اما باش تغلبني بكلمه شعبويه وباش تغلبني بكلمه احترام ونحترمك تحترمني انا نحترمك غصبا عليا وانت تحترمني غصبا عليك ماهيش مزيه معناها. اما تعرفوا كيف حكيت فيه الموضوع، لاني انا اول مره نحكي فيه الموضوع بهذه الطريقه، بالحق حاسه سولاجمون، حاسه انها غمه وتنحت. البلاد هذيا اذا ما تعليش الصوت وما تاخذش حقك وانت تعيط، تاكد انك باش تتكل، تاكد انك يخسروا عليك، يخسروا عليك تهمه، يخسروا عليك بلاتو. وطبعا طبعا تويك عاد باش تحل اكيد البلاتوات، استنوني برضو كيك، والله ما نعرف اش صار، وعروقاتي شرتلة وحالتي حالة، اما فعلا ملف ملف بدا شو حالتي العرق، تقولش عليا فيه مانيش في جانفين تلمون واحد يقول لك بداك بترب يا اخي، انت كي تدخل تدخل طول ها تفرغ في اخرى يقرا في السيزيام ولا في الكوليج ما يدخلش طول. لحظه بالله خلنا نجاوب، حسيلو باهي اوكي، مانيش نقرا ليك نقرا، سامحوني في التعليقات اعذروني، هي نفس اللحظات اللي في يوم من الايام طلعت فيها وقلت شو نصب على روحي ليسانس كان ما يخطونيش، حسيت روحي اليوم رجعت لنفس تلك الحالة، فسامحوني اعذروني على كل ما بدر مني من علو صوت او من تنرفيز او من اللي هو، لاني كنت معناتها من قلب من القلب من القلب، عرفتوا من القلب من القلب. هاي نبدلوا الجو، بدلوا الجو هاي. بالما ترجع لك الاجبال وتعيش في زمانك.